بيان المجلس المحلي مصراتة امتثالا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا ريحكم. صدق الله العظيم. في الوقت الذي نستنكر فيه وبشدة لما يحدث من اقتتال بين الليبيين داخل مدينة طرابلس وبنغازي، فإن مدينة مصراتة بكافة أطيافها تعبر عن بالغ قلقها وأسف حيال ذلك، وتقف صفا واحد مع جميع الليبيين لمحاربة الإرهاب والتطرف، وتدعو إلى بناء الجيش الوطني والشرطة والتعجيل في إجراء انتخابات البرلمان الليبي، وهي في ذات الوقت لن تقبل الدكتاتورية العسكرية تحت أي مسمى. هدفها الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو تهديد حقيقي لثورة 17 فبراير. وإنها لن ترضى بديلا عن المسار الديمقراطي وفاء لدماء الشهداء وتحقيق لقيام الدولة المدنية، وهي تعلن جاهزيتها لتكون حاضنة لملتقى حوار وطني يجمع كل الليبيين للخروج من هذا النفق المظلم. حفظ الله ليبيا. المجلس المحلي مصراتة صدر في مصراتة بتاريخ 20/5/2014 ميلادي.